طيب علشان تعرفوا ان الداخليه شايله كتير وما ينفعش نتعامل معاها بهذه الطريقه ابدا، ولا اعلامي محسوب على الوطنيين يتكلم بمنطق يعني الماركتنج وبيعمل تسويق، ما ينفعش اللحظات المحترمه ما ينفعش نبتز فيها. عايزه اقول لحضراتكم الداخليه النهارده واحنا مع بعض قبل الهوا فقدت 5 من ابنائها، ومن بينهم كمان ضابط، والحكايه المره دي فيها عمليه ربما توصف من قبل المتخصصين بان هي عمليه نوعيه زي عمليه رفح كده. خلوني اطرح المساله على سياده العميد خالد عكاشه الخبير الامني ونعرف منه ايه اللي حصل هناك. يعني سياده العميد حطني في صوره ايه اللي حصل في العريش. مساء الخير، تحياتي لحضرتك يا فندم وتحياتي للساده المشاهدين. يعني الحقيقه احنا هتفق مع حضرتك بدايه ان احنا كنا قدام عمليه ارهابيه النهارده ربما قريبه فعلا من عمليه رفح، وهذا القرب من حيث ان المنفذين كانوا على درجه عاليه جدا من الجراه ومن الاحترافيه ونازلين الى وسط مدينه العريش. يعني هنتكلم بقى على منطقة في وسط المدينة تماما، الشارع الرئيسي بالمدينة، هجوم مباغت بالطبع، يعني أو من المفهوم أن لابد أن يكون تلقوا دعم لوجستي من المنطقة بدليل قدرتهم على الوصول بهذه الأسلحة إلى وسط مدينة العريش. يعني كان في اختباء قريب من مكان التنفيذ، كان في نقل للأسلحة، نقل للألغام تم زرعها بشكل سريع جدا علشان تقطع الطريق على أي قوات دعم داخلة تشارك في ملاحقة هؤلاء الإرهابيين أو تساند زملائها، وده اللي حدث بالفعل وسبب هذا العدد الكبير من الخسائر. ونفس النمط الذي قام مجموعة أو ربما هي بعض من عناصر المجموعة اللي نفذت في رفح، نفس النمط، وهو ان المهاجمين محترفين بدرجه عاليه وان الموجودين في محيط هذه العمليه اكثر احترافيه في القدره على التلغيم وعلى قطع الامدادات وغيره. في دخول على مدرعه من مدرعات الشرطه واستهدافها برشاشات ثقيله وايقاع اصابات كبيره جدا بالقوات في حركه مباغته، ربما هذه القوه كانت بالاساس هي موجودة في وسط المدينة لتأمين المدنيين وتأمين الحياة الطبيعية لمدينة العريش. ولذلك أنا ذكرت حضرتك في وسط المدينة بالضبط أمام مطعم أحد المحال الشهيرة واللي موجودة في وسط المدينة وبالقرب من الطريق الدولي الساحلي اللي من مدينة العريش هيعلم تماما أن هذه المنطقة هي منطقة حيوية جدا. هذه المجموعة الشرطية موجودة علشان المواطنين يتحركوا بحريه في المدينه، ان هم يتنقلوا ويشوفوا اغراضهم ويمارسوا حياتهم وينزلوا الاسواق بشكل طبيعي، ولذلك كانت المباغته بهذه الصوره على هذه المجموعه الامنيه. في الوقت اللي كان هناك مجموعه دعم قريبه بمجرد سماعها اختراض بهذا الهجوم تقدمت بشكل سريع وانتقلت بشكل سريع حتى تلحق زملائها. كان هناك نوع من انواع التفخيخ والتلغيم للطريق المتوجهه اليه المدرعه الثانيه، وبالفعل كانت هناك مجموعه مزدوجه اخرى تابعه للمجموعه الاولى قامت بالتعامل معها واحداث اصابات في بعض من عناصرها. يعني انا يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، لكن يعني دقه المعلومه هي اللي بتنقل واقع المساله بالنسبه للمواطن المصري. انا بشكر حضرتك سياده العميد خالد عكاشه الخبير الامني، واعتقد بس انه يا ريت دايما ناخد بالنا كده علشان احنا احيانا واحنا قاعدين في حياتنا العاديه بنمارس حياتنا العاديه بانشطتها العاديه بنتكلم كلام الحقيقه في جزء كبير منه بيفتقد للمعلومه وللموضوعيه. الوراق حرام، الناس غلابه، نعمل نخلي. لما بنتعرض لبناء دوله ما ينفعش طول الوقت التقييم يبقى بالطريقه دي، لان الدوله دي نفسها اللي انت متخيل ان انت حنون اكتر منها هي اللي راحت تشتغل في عز يعني المرحله الصعبه اللي بيعيشها اقتصادها، تشتغل على المناطق الخطره، تشتغل على العشوائيات، تعمل حي الاسمرات وتنقل الناس.
كمان مهم قوي من فضلكم علشان انتوا سلاح الدولة دي الحقيقي، ما ينفعش ابدا مشهد امبارح ده نسيبه للجان الاخوان والليبراليين اتباع خالد علي والاشتراكيين الثوريين والناس دي كلها، ما ينفعش مرة تانية نسمح باي تجاوز في الهيبة لجهاز وزارة الداخلية. الداخلية دي العملية قدام حضراتكم وعملية مزدوجة، يعني حتى لما زمايلهم بيخشوا عشان ينقذوهم الطريق بيتفخخ علشان هو مطلوب زيادة في الأعداد. أرجوكم خلي بالكم مين اللي بيبني في البلد ومين اللي بيولع الأرض، لأن هو ده أداء الجماعات الإرهابية، ولأن الجماعات الإرهابية ده أسلوبها ومنهجها طول الوقت هو المغالطة. ازاي تضحك عليك تقول الكلمة وعكسها، تاخدك في مقص ما تبقاش عارف الحكاية بدأت فين وانتهت فين. هنكمل وفي المشهد الإقليمي بس بعد الفاصل.